معانا نورة مطيع، طالبة في الصف الرابع الابتدائي من اليمن. أهلا، أصغر مشاركة في المؤتمر الإقليمي الثالث للشباب. نورتي مصر كلها وبالأخص شرم الشيخ يا نورة. نورة، سبب حرصك للمشاركة في هذا المؤتمر؟ لأن خايفة على الكوكب وخايفة من الوساخة اللي الناس بتعملها أحيانا، والناس ما بتهتمش بالكوكب ومش مهتمة على الناس اللي كل يوم بتموت بسبب الحاجات دي. طيب مين مشجعك يا نورة على ال بابايا، ويعني دايما بيدفعني لكل حاجة، يعني كل ما اعمل حاجة يقول لي لا دي يعني لازم تعدي اكتر من كده، بيشجعني دايما على كل حاجة، ومامتي كمان. طيب النورة نفسها تطلع ايه؟ هو انا مش عارفة، يعني لو انا نفسي اطلع مثلا دكتورة لما اكبر ممكن ظروفي ما تسمحش ان انا اكون كده، فانا يعني اتمنى ان انا اكون حاجة كبيرة. يعني ايه اللي نفسك تلاقيه في اليمن؟ نفسي الاقي ان عيلتي تكون كويسة، واليمن تكون كويسة، يعني نظافة مستقرة ونظيفة، بيها نظيفة. اول مرة يا نورة تزوري شرم الشيخ؟ لا انا عشت اصلا، اتولدت في مصر وبابا عاش في مصر كتير. احلى حاجة بتحبيها في شرم الشيخ ايه؟ ايه اللي عاجبك في شرم الشيخ؟ النظافة اللي فيها والجمال اللي فيها. طيب نورت شرم الشيخ يا نورة، شكرا.